راكي ما كتشوف معايا يعني في هذه الورقه هذه اللي كاتبها لك دابا. بالنسبه يعني لديك بي قال لك كو بو اون كونكلير، يعني بحال ماذا تستنتج؟ ما كنستنتجو. قال لك اون في اي اي دو ان سون ادجاسونت، دونك ان اي دو ان اي في دو ان بوان دو فيغ يعني لا ميم ليميت، يعني عندهم لا ميم ليميت يكون عباره عن استنتاج وصافي. فهنا كما كتشوف معايا يعني بالنسبه للسؤال الثاني قال لك مونتر اونكو يعني داك التعبير، كتشوف ديك الساعه داك التعبير ويكون خير. فهادشي اللي قال لنا يعني بالنسبه لهذا السؤال هذا. فاجي دابا انا نشوف يعني كيفاش غادي نديرو ليه. شوف بعدا كاين اجي نحسبو بعدا كاين هادي صافي قلنا هادي يعني لا سون كا ايغالا جوسك دوزين. شوف بحال هادي راه عندهم يعني نفس الاس، غادي نجمعهم يعني في اس واحد ناقص يعني اكس اس كامون مزيان. هادي راه عبارة عن سويت يعني جيومتريك، يعني تنديرو يعني الحد الاول يعني الحد الاول شنو غيكون؟ غيكون بطبيعة الحال يعني هو واحد. الى عودت هنا يعني شنو غتعطيك؟ الى عودت يعني كاب واحد شنو غتعطيك؟ راه تعطيك يعني اس زيرو اكس اس زيرو شحال كيساوي؟ راه هو واحد، يعني بحال واحد عامل لي واحد ناقص شنو هو داك كي؟ كي غيكون يعني هو هذا، يعني هو ناقص اكس. اس عدد الحدود، باش كنعرفو عدد الحدود كنشدو هاد جوج ان هادو كنقصو منها واحد وكنزيدو لها واحد، يعني اس جوج ان مقسومة على واحد ناقص اكس. شنو كيساوي لنا هادشي هذا؟ كيساوي لنا يعني هو واحد ناقص اكس اس توزن، حيتاش هنا عندنا الاس بانه يعني زوجي كيحيد لنا هاد ناقص مقسوم على واحد بليس اكس. صافي هنا قلنا اش قلنا بانه ديك ناقص اكس اس توزان انها سالبه ياك، ولا زدت يعني هنايا واحد ما غيتبدل والو ياك. يلا واخا المهم باش نشوفو هنا شنو درنا، زدنا هنايا واحد شو معايا، واخا نقسم على هاد التعبير هذا حتى هاد التعبير هذا موجب لكل اكس ينتمي الى ار، يعني واخا نقسم عليه ما غيتبدل يعني والو. يعني كاستنتاج شنو هي هادي؟ هذا هو التعبير اللي هو هاد التعبير هذا اللي هو التعبير يعني صغر من هذا. دونك اش نكتبو هاد الاستنتاج هذا ان هادي هي. المهم حنا بينا هادي باقي نعاودو نحسبو هذا صافي. دونك انه لا سون بما انك إيغالا أ جوسكا دوزين موانزا سيوكا موانزا إكس أوسكا موانزا أن سيو إكس بليس أ. يلا واخا دابا أجي نحسبو دابا هاد التعبير هذا. بالنسبة يعني لداك التعبير يعني إلا لاحظت راه عندهم يعني نفس الأس، يعني غادي نجمعهم يعني في أس واحد. أون بلاصون كا إيكالا أن جوسكا دوزين بليس أن موا إكس أوسكا موانزا إيكال كوا، يعني كذلك عاوتاني الحد الأول عامل لي واحد. الحد الأول راه كتعوض يعني هنايا بواحد، شنو كتعطيك هنا يعني بحال واحد، يعني واحد ناقص شنو هو داك كي؟ يعني هو ناقص اكس. اس عدد الحدود، اس عدد الحدود يعني هو هذا ناقص هذا زائد واحد صافي. جوج ان زائد واحد ناقص واحد هي جوج ان وكتزيد لها واحد، يعني هي جوج ان بليس ان على واحد ناقص اكس ايغال، يعني واحد
plus x plus 2n plus a. a plus x ياك ياك ولا لا؟ علاش؟ حيت هنا عندنا الاس بانه فرضي، يعني كيخلي ديك الناقص والناقص كتلاقى مع الناقص كتولي زائد. كذلك عاوتاني غنديرو فحال هنايا اي اون قلنا اش ان هاد اكس اوز توزن بليس ان انها موجبة. هنايا واخا نزيد يعني هنايا واحد ما غيتبدل والو، واخا نقسم على واحد زائد اكس راه ما غيتبدل يعني والو. صافي هنايا كاستنتاج اخر، واننا غنستنتج يعني هادي صافي، يعني شنو هي هادي؟ هذا هو التعبير، وهذا راه يعني هو هاد التعبير هذا صافي. يلا واخا دونك enfin ان ديك لا سوم ك ايغال ا جوسك 12 موان زعما نكتب هادي ك موان ز اكس اس ك موان ز 1 على اكس بليس ان. هنايا لا سوم ك ايغال ا جوسك 12 بليس 1 موانز اوسكا موانز اكس اوسكا موانز. يلا واخا المهم هذا كيبقى يعني كاستنتاج اخر وصافي. نحاول يعني نديرو شي لونكادغوم ولا التعبير هذا. يلا اوكي هنا غندوزو بالنسبة يعني السؤال الاخر. بالنسبة يعني السؤال الاخر شنو كيقولنا؟ قال لنا اون دي دوير، يعني قال لنا اون دي دوير داك التعبير يعني كما كتشوف يعني في هاد الصورة هادي. المهم هذا هو التعبير يعني اللي قال لنا بينه. يلا لاحظتي كواحد المقارنة يعني ما بين هاد السؤال وهاد السؤال، شنو تيبان لك؟ اننا يعني لا درنا يعني لانتيغال ديال هذا غادي يخرج لنا يعني هو هذا صافي. يلا واخا شوف معايا هنا غندخلو وين غنحسبو يعني لانتيغرال ديال هذا ولا بلاش غنحسبو يعني لانتيغرال ديال هذا ولانتيغرال ديال هذا ولانتيغرال ديال هذا. شوف هنايا غنكتبو اون وعوض يعني اكس غنديرو يعني فاريابل اخر، يعني نبدلو غير الفاريابل اخر ما طفرا بغا كيتبدل يعني حتى شي حاجة، نبدلو غير الفاريابل دي. اون لا سوم كا ايغال ا جوسك 12 موانز سيو كا موانز اكس اوسكا موانز. مزيان كتبنا غير هادي. يلا واخا شو معايا يعني هنا كيما قلت لك يعني شنو غادي نبين او لا يعني ندير يعني واحد الطريقه اخرى بلا ما نبدل هاد الفاريابل هادو. نحسبو يعني لانتيغرال ديال هادو، لانتيغرال غنحسبو سيدي من زيرو حتى لتي صافي ديال هادو.
شوف غادي يحسب يعني الانتيغرال ديال هذا ولا الانتيغرال ديال هذا ولا الانتيغرال ديال هذا، في اخر مطاف راه ما بغيتش تبدل يعني والو، في الترتيب ما بغيتش تبدل يعني والو. بلاصون كا ايغال ا جوسكا جوزي موان ز سور كا موان ز اكس اوس كا موان ز دي تو اكس صافي. يعني ايغال هاد لاصوم هذا راه كيخرج، يعني هاد لاصوم هذا كيخرج برا الانتيغال، وحتى هاد ناقص يعني اس واحد راه يعني راه فيكس حتى هو غادي نخرجو يعني برا ديال الانتيغال. يعني لاصوم كا ايغال ا جوسك دوزين موان ز سيو كا موان ز، في اخر المطاف هذا تيبقى يعني عدد، يعني عاد هنا الانتيغال من زيرو تلتي ديال هذا، يعني اكس اوس كا موان ز تي تو اكس. مزيان يلا واخا ايغال بلاص كا ايغال ا جوسك دوزين موان ز سير كا موان ز. شنو هو هذا؟ يعني شنو هي الحاجة اللي كديري فيها وكتعطيك يعني هذا؟ يعني بطبيعة الحال غيكون يعني هو اكس اوس كا موان اكس اوس كا على كا صافي، اكس اوس كا على كا. هادي جرب لا ديريفيتي، كتهبط هذاك الديريفي ها هو وكتشد الفوقاني كتنقص منه، كرا كيعطيك التعبير هذا. يعني هنايا من زيرو حتى لتي صافي ايكال بلاص صوم كا ايكال ا جوسك دوزين موان ز سير كا موان ز. يعني فات يعني فات التعبير هذا، الا عوضت يعني هنا الا عوضت يعني هاد اكس بهاد تي شحال كتعطيك؟ كتعطيك يعني تي اوس كا على كا صافي. اما هنا تكون يعني واحد زيرو، يعني تي اوس كا على كا. هنا غنديرو سي نبدلو الفاريابل، يعني تي ايكال اكس. يعني شنو غيولي عندنا هادشي هذا؟ دونك دونك غيولي عندنا هاد التعبير هذا، يعني هو لاصون كا ايكال ا جوسكا دوزين موان ز سيغ كا موان ز اكس اوس كا على كا. فوالا هني يعني هنا تقريبا يعني بدا بالين يعني التعبير الاولاني صافي، هذا هو بالين يعني التعبير الاولاني صافي. دابا هنايا غادي ندوزو لهادي، يعني حتى هي نديرو لها الانتيغرال ديالها. صافي اي الانتيغرال من زيرو حتى لتي ديال واحد على اكس بليس ان تي دو اكس. يلا شو معايا هنا، يعني شنو هي الحاجه اللي غنشقها؟ هذه غتكون يعني هي الالان، الالان ديال اكس بليس ان، يعني من زيرو حتى لتي. يعني هنا ملي كتعوض راه كتعطيك يعني هي الالان يعني ديال تي زائد واحد. مزيانة عاد ناقص يعني الالان ديال واحد راه هو زيرو. انا كذلك عاوتاني نوضعه بانه تي ايكال اكس، يعني سي تي ايكال اكس. فهمتيني راه في اخر مطاف تبقى يعني فاريابل واحدة اللي غتولي لنا يعني غتولي لنا هنا هي الالان ديال اكس، الان ديال اكس زائد واحد اي اون نو تاني. غنديرو عاوتاني لانتيغرال ديال هادا صافي، لانتيغرال ديال هادا. المهم انا راه تيكونوني بزاف ديال الطرق صافي، ماشي زعما الطريقة اللي درت انا
الانتغرال من زيرو حتى التي يعني لا صون كا إيغال أن جوسك دوزان بليس أن موانزا سير كا موانزا إكس أوس كا موانزا تي تو إكس. المهم هادي راه تقريبا يعني حسبنا قويلة يعني في حالة يعني شنو غادا تعطينا إيغال يعني هي لا صون من كا إيغال أن جوسك دوزان بليس أن موانزا سير كا موانزا يعني إكس أس كا على كا صافي. هنا يعني هنا تقريبا راجل ديريكت حطيت النتيجة. وهنا باش ندير لك عاوتاني واحد الحاجة أنه من هنا لهنا راه درنا يعني سي t إيكال إكس صافي. شوف نفس الخدمة مثلا هنا غير هنا كتوضع يعني هاديك t كيساوي إكس. دونك أش دونك كل حاجة كتحط يعني شوف معايا هذا كتحط لي عليه لانتيغرال ديالو شحال ساوى شحال ساوى لنا صافي ساوى لنا يعني هو لاصون كا إيكال أن جوسك دوزان ديال موانزا سير كا موانزا إكس أوس كا على كا. عاوتاني هادا كتحط لي عاوتاني لانتيغرال ديالو راه ديجا بينا يعني هو الإيلان ديال إكس بليس أن. عاوتاني هادا تتحط لي لانتيغرال ديالو راه يعني راه هو هادا يعني لاصون كا إيكال أن جوسك دوزين بليس أن موانزا سير كا موانزا إكس أوس كا على كا. مزيانة يلا واخا مزيانة يلا اوكي. هنا يعني بالنسبة للسؤال الآخر قال لك بلاتي قال لك مونترونكو بأنه او دو ان صغار من الالين ديال جوج صغار من في دو ان صافي. يعني نكتبو يعني ديك ثلاثة شو معايا هادي غنسميها يعني واحد هادي يعني من ديك واحد شنو غنديرو غنشدو يعني في نظرك شو معايا شنو خاصنا نبينو خاصنا نبينو بأنه الوسط كاين إيلين ديال جوج يعني شحال نقدر يعني إكس نعطيها راه غنمشي إكس ونعوضها بواحد هانت سي اكس ايكال ان وحود معايا هنايا هاد شنو غتعطيك يعني هي لا صون كا ايكال ان جوسك دوزين موانزا سير كا موانزا اكس ديجا عوضناه بواحد غتبقى لك على كا وهنا تبقى لك يعني الالين ديال جوج وهنايا يعني لا صون كا إيكال أن جوسك دوزين بليس أن يعني هنايا موانزا سير كا موانزا سير كا صافي. دابا هادي شناهي وهادي تاهي شناهي هادي سيدي راه هي هاديك هادي راه هي هاديك او دو ان
وهذه هي الالين ديال جوج، وهذه هي ديك الفيديو ان صافي. يلا هنا قال لك اسيدي اون دي دوير لا فالور ديال لا ليميت. شوف كنا متفقين على واحد الحاجه، دابا شنو عندنا؟ عندنا اي دو ان ادجاس اي دو ان او في دو ان ادجاسنت، يعني لا ليميت ديال اي دو ان، يعني اون لا ليميت ديال اي دو ان ايغال لا ليميت ديال في دو ان ايغال الان ديال جوج. جولي ما فهمتش، شو معايا؟ هادي عندها واحد لا ليميت، هادي عندها يعني واحد لا ليميت حتى غنسموها هي علامة استفهام، وحتى هادي عندها نفس لا ليميت. شو معنى؟ إلا كان هذا خمسة وهذا تا هو خمسة، يعني شنو هو العدد اللي غيكون يعني ما بين خمسة وخمسة؟ راه هو خمسة نيت. باش نزيد نشرح لك، تخيل معايا أنه هذا هو الإيلين ديال جوج، ولا ليميت ديال هذا ولا ليميت ديال هذا متساويين، يعني شحال تكون يعني لا ليميت ديالهم؟ تكون هي الإيلين ديال جوج، صافي؟ نفترض مثلا إلا كانت هنايا، نفترض عطيني مثلا من عندك، إلا كانت مثلا هذا خمسة، وهذا شحال خاصو يكون؟ خاصو يكون حتى هو خمسة، حيت عندهم نفس لا ليميت. شنو هو العدد اللي غيكون يعني وسط من ديك خمسة وخمسة؟ غيكون يعني هو الإيلين ديال جوج. هنا إلا جينا نعكسو الصورة، عندنا الإيلين ديال جوج، وهذا وهذا خاصهم يكونوا عندهم نفس لا ليميت. يعني إلا كانت هذا مثلا ثلاثة، هذا خاصو يكون ثلاثة، وأنا ميمكنش لك تعوض. الحاجة الوحيدة اللي غتخلي هادشي صحيح هو الإيلين ديال جوج. يلا واخا، هنا غندوز يعني بالنسبة للسؤال الآخر. الى لاحظتي معايا هنا يعني بالنسبه للسؤال الاخر راه ماشي هو تقريبا عباره عن استنتاج وصافي. يلا شوف معايا هنا كيفاش غندير ليها. يلا واخا شوف معايا، دابا حنا شنو كنا بينا يعني في السؤال اللي فات؟ والله ماشي باش نديرو يعني واحد المجهود، نديرو هاد الاجابه هادي هكا ونعرف السؤال اللي فات يعني شنو بينا. هذا راه اون بينا قبيلات بانه الالين ديال جوج محصوره ما بين في دو ان اي اي دو ان. مزيانه، شو معايا؟ غادي نقص من هنايا، شو معايا؟ هاهي اي دو ان وموه اي دو ان، هنايا الالين ديال جوج موه اي دو ان، وهنايا غنديرو في دو ان موه اي دو ان. علاش هادشي كامل؟ حنا نشوفو هنا علاش، يعني شنو درنا هنايا؟ نقصنا يعني هاد اي دو ان. يلا واخا، هذه بطبيعة الحال هنا النتيجة غتكون يعني هي زيرو، وهنا غتكون يعني هي الآلين ديال جوج. شناهي اي دو ان؟ هي اس ديال دوزان، و في دو ان ناقص اي دو ان. كنا حسبنا وقيلا في السؤال اللي فات، ماشي السؤال اللي فات كنا حسبنا اي دو ان موال في دو ان، في دو ان موا اي دو ان عطاتني يعني هو واحد على جوج ان زائد واحد، هي واحد على جوج ان بليس ان، وهذه راه صغر من واحد على جوج ان. زين،
ايا زيرو الان ديال جوج وموا اس ديال دوزان اصغر من او يساوي اصغر من او يساوي اش واحد على دوزان زين. شو معايا هنا غنوضع يعني واحد تغيير متغير غنوضع هادي غنوضع هذا هو ان صافي عادي نبدل كيما بغيت نوضعو هو ان شنو معاه زيرو الان ديال جوج موا اس ان واحد على ان زينة غندخل يعني القيمة المطلقة قالك هنايا زيرو وهنايا الآلين ديال جوج مو اس تو ان هنايا واحد على ان صافي كذلك عاوتاني غادي تخدم عاوتاني بالطرف الاخر عاوتاني من هنا تنقص في فيديو ان تنقص في فيديو ان وغاد صافي مزيان يلا شو معايا هنا عادي انني نبدلها يعني في وسط القيمة المطلقة راه تقدر يعني تبدل كيما بغيت يعني هنا ندير هنا اس ان ناقص الالين ديال جوج واحد على مزيان يلا واخا فهنا يعني بالنسبة لك اوندي دو بان اس ان كونفيرج بريسيزون ان الله ليميت شوف هنا يعني باش نكون واضحين هاد الكتابة هادي راه كتدل بانها على انها راها كونفيرج ياك ولا ليميت ديالها شحال غادا تكون يعني بالنسبة لا ليميت ديال اي دو ان لا ليميت ديالها دي شحال زيرو ياك يعني لا ليميت ديال اس دو ان راه غتكون يعني هي الين ديال جوج صافي شو معاه كاين ربما غادي شي فهم لا ليميت ديال هادي شحال هي زيرو يعني لا ليميت ديال هادي شحال غتكون يعني هي اس ان هي اللي كنقلبو عليها مو الين ديال جوج صافي وهنايا لا ليميت ديال هادي شحال غتكون يعني هي زيرو يعني لا ليميت ديال اس ان غادي بحال غادي نفرق هادي هاد اللي غنجيبها لهنايا وهادي عاوتاني غنجيبها لهنايا يعني بحال اس ان يعني محصورة ما بين الين ديال جوج وجوج حتى كاين هي الين ديال جوج صافي يلا المهم الا ما فهمتيش الا ما فهمتيش هاي النمرة ديال الشيو 0626 31 17 70